السلام عليكم واهلا بكم في الجزء الجديد رقم 16 من لعبة سبنوتيكا، لعبة الكوكب البحري الغريب اللي فيها اشياء مرة غريبة كثير. واسفين على التطويل، هذه المرة رحنا خرجنا اجازة وسافرنا ورجعنا الحمد لله، الامور طيبة وكل شيء كويس. ومعليش ما رح نسوي فيديو طوله 3 ساعات او 5 ساعات لاني عارف اني غبت فترة طويلة جدا، ولكن اقدر امشي في النار دحين هذه واعطيكم شويه اكشن عشان بدل الايام اللي فوتناها. اهلا في الجزء 16. اخر شيء سويناه كنا قاعدين هنا نرقص رقصه الاشعاع اللي ما ذكرت كيف كانت، وفكينا الاشعاع اخيرا واعطونا جائزه عشان نساعدها كانت البحريه على هذا الكوكب، وصرت انسان طيب. ودحين خلاص اخذنا الاشياء اللي نبغاها من هنا، فحين نترك المركبه الكبيره هذه الرهيبه ونخرج ونطلع ونبدا مغامرتنا الجديده في اعمق الاعماق. نروح نشوف الرسائل حقت الناس اللي ارسلوا لنا اياها، قالوا نجي نساعدهم كثير صاروا مره. نحاول نبني اشياء جديده اللي لقيناها، نحاول ندور القطع حقت الغواصه الكبيره، ونحاول ندور على مكونات القرد، ونروح نساعد الناس والعلامات اللي حطيناها. هل هذا شفناه ولا لا؟ ويعني كل دي الاشياء اللي هنا واللي هناك نروح ندور عليهم ونشوف ايش عندهم، نخترع اشياء تخلينا نغوص اكثر، وندخل هناك ونستكشف المكان ونخرج. كيف دخلت هنا ورا النار هذه؟ ونستكشف المكان ونكتشف اشياء اكثر ونكتشف اشياء جديده في القصه. طيب انا امشي واتكلم من غير اي داعي، اخاف من النار عشان الجلتش. نرجع خلاص، تقريبا ما بقى شيء نسويه في هذه الغواصه الكبيره الا ان ندخل من المخرج الاساسي اللي احنا دخلنا منه الاول اللي هو فوق هنا، ونستكشف اذا في اشياء ثانيه فاتتنا ولا لا، اذا في صناديق نفتحها ونلاقي فيها حاجات مفيده. مثلا مويه ما نقدر ناخذها لانه زحمه عندنا في الصناديق حقتنا. ونخرج من المركبه الحلوه هذه، كمان صناديق ما في مكان، عندنا مويه كثير. طيب مويه مفيده يعني، قاعد ناخذ معنا مويه. Calorie intake recommended. كيف؟ نشرب مويتين، ناكل مكعب طعم. مكعب. Vital signs stabilizing. شكرا. Integrating new PDA data. كلام فاضي كثير عن المركبة هذه والناس اللي جوا فيها وليش جوا فيها وإيش فائدتها في هذا العصر المتقدم والمتطور. وكمان صناديق. وكمان اكل يمي كرانشي عسلي. ما قلت خلاص ما في شيء، فعلا فعلا ما في شيء. اللي مره مهتم بالقصه تبغى تدور على كل الاشياء القصه بالك تنكش، بس خلاص تقريبا حتى من دي الناحيه ما في شيء تلاقي. فنخرج ونبدا نخترع اشياء جديده ونستكشف. هذا الشغل انه يسحب الطريق انه بعيد. ما في شيء. أدري غميناكم في الفيديو الماضي، قعدنا فترة طويلة جوة المركبة هذه الكبيرة في الطريق، قعدنا كثير جوة هذه المركبة ونتكلم ونسوي كلام فاضي ونبغى بطاريات صراحة، مفيدة بطاريات جدا، نحتاج بطاريات كثير جدا دحين. ايش نرمي؟ ملح، ذهب، قزاز، رصاص، كل ده الاشياء نحتاجها على المدى البعيد. هذه القبعة الخاصة ارميها لنا بس زينة. بس نبغى الاشياء هذه الغريبة صح اللي لقيناها، نبغى نتفرج عليها بعدين نحطها في بيتنا الجديد. حط صورة البسة هذه. في اكل مع ايوه هذه اكلة خربانة. ناخذ بدالها البطارية. نطلع الكشاف. تذكروا هذا المكان؟ اتذكر ذا المكان، ذا المكان فوق هناك كان في واحد قبلي قاعد يلعب كذا، واحد ما يعرف يلعب مسكين فشل، واول ما جاء هناك خسر على طول. تذكروا؟ ما تذكروا صح؟ اكيد ما تذكر، ما حد تذكر الفاشلين. جاء مشي هناك وانحرق ورموه برا في اخر الدنيا. هذه الناس ما تعرف تلعب كذا، هناك محلهم. طيب راح نطلع من هذا الهم
نطلع اخيرا للسماء الزرقاء اللي شكله صار ليل واحنا قاعدين جوا نلعب. يا مسكين اتفقع، واحد يبغى قبقب مفقوع. في طريقة ننزل فيها بسرعة تحت، هذه الطريقة. انفجعت، طلع لي فار في الشقة عشان كذا قلت مو عشان طحت وانا مفجوع. انت عارف اني اعطيك طبعا، مش فار قصدي استنصار. اوكي ما طلع لي شيء، انفجعت شوي. بطل تخوفونا، احنا خلاص ما نخاف، دخلنا جوا، عرفنا المكان ده ما يخوف. صح يا كوكو، قبل لك كل قبا قبل زيك. الا قبو، الا قبو قاعد يتفرج طبعا. امزح. طيب هنروح نخرج ذا المكان. اهلا اهلا. طبعا ننتبه احنا طالعين من صاحبنا القزم الصغير، السمك الصغير اللي قاعد تحت هنا، السمكة المسالمة اللي ما تضايق احد. قبو طاح مسكين، السمكة الصغيرة. ما اذكر اذا في شيء مهم تحت هنا كان استخدمه. طاقتي شبه مليانة فما اخاف من الشيء اللي ممكن يطلع لي هنا. بس ما في داعي نروح، يعني ما في شيء من جد نسوي هناك يعني، فخلني بس نطلع من هنا. شوف 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 شوف، اوه عندي بق. يا اخي فرح راح. تعال تفضل. شكله يطلع ورايا، الصوت موجود بس ماني شايف. خليني اشوف الظلام شوية عشان اسمع صوته. وحش خواف اصلا، احنا ما نخاف ابدا. صح، خلي يلعب مع الناس اللي صغار زيه. راح نكمل لعبتنا هنا، نروح القواعد حقتنا، نروح نستكشف. الصباح يجي مرتبة هنا عشان ما يجي ذاك الوقت. ندخل هنا نشوف ايش. ما عندنا شيء. طيب خلينا نشوف دحين ايش الاشياء اللي لازم نسويها، مين الناس لازم نساعدهم، مين هذا. اتوقع شفناه خلاص هناك، اظن حطينا قاعدتنا. هذا البيوت، بيت حق ذاك ذولاك الناس اللي تحت، وذاك البيت حق ذولاك الناس اللي تحت تحت، بس شكلهم غلطانين في الحجم. وهذا رقم 13 ما اتذكر احنا شفناه ولا لا. خلينا نشوف اذا طالما موجوده نلقي نظره عليها، ولكن في الطريق في المقابل ايش نبدا نجمع قطع ونشوف ايش نقدر نسوي. لا تنسوا ان احنا لقينا قطع نقدر نسوي فيها ايش. قطع نقدر نسوي فيها صاروخ. لما رحنا لغرفه الكابتن حق السفينه طلع ارسلونا من الارض خريطه كيف نسوي فيها صاروخ يحول يخلينا نهرب من هذا المكان. طبعا الصاروخ يبغى له قطع، ويبين على المراحل كل ما تبني من قطعه حيقول لك ابني قطعه كمان. كل ما عشان تبني كمان قطع لازم تكون عدة لعب اكثر وتنزل اكثر الين ما تروح اعماق 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 الكوكب عشان تلاقي قطعه واحده وتركبها في الصاروخ عشان تقدر تهرب من ذا المكان. ان شاء الله ما اكون خربت عليكم اللعبه، ولكن مع الحماس اتكلمت كثير. يلا الحين رحله طويله جدا 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 نستكشف فيها الاشياء اللي فاتتنا، نساعد فيها المساكين اللي هم ضاعوا من زمان عننا، ونحاول ايش نبدا نبني الصاروخ. هذا صاحبنا المقلوب اللي لقينا عنده شيء اللي المفروض سويناه نقدر نهرب بيه من السمك الكبير المتوحش اللي تخاف مني ما تجينا ابدا. انا لسه سامع صوتها طبعا هنا. نشوف ايش يبغى لنا عشان نسوي اول جزء من الصاروخ.
هذا وجد الصاروخ، قاعدة الصاروخ نحتاج إلى تيتانيوم إنجات، كمبيوتر تشيب وليد، كل أشياء سهلة سهلة جدا موجودة في كل مكان وتقريبا عندي قطعها. فخلينا نبدأ فيه عشان نحمسكم على الصاروخ، بعدين نحاول نسوي هذا القرد الصغير. بس هنحتاج الماس، وراح نحتاج ليثيوم كله في المنطقة دي اللي حواليني، فيمكن نسوي قاعدة نقعد نحوس هنا شوية. بس ما بدي أطفشكم، فخلنا نسوي قاعدة نحوس شوية من غير ما أطفشكم. بس نبقى حبتين الماس، يمكن نسرع اللعبة يعني، يمكن ناخذ حبتين الماس حبتين ليثيوم ونروح هناك نحاول. ايش شايفه سهل، ليثيوم مليانة عندي جدا الشنطة حقتي، ما اقدر اشيله للاسف. ف عندنا حل من حلين، اما ان احنا نسوي قاعدة جديدة هنا المرة الالف، او نروح نحط الاشياء هذه هناك كلها. ايوه نحط هذه الاشياء هناك ونرجع هنا عند المشرومات في الطريق اللي بين المركبة الكبيرة والمركبة الصغيرة، وندور على أشياء حق القرد في المركبة الكبيرة. راح أنا في الوقت الحالي نروح نسوي قاعدة الصاروخ طالما القطع موجودة وسهلة، عشان نوريكم كيف اللعبة هذه فجأة تصير عبارة عن أشياء مستحيلة وخارجة عن الواقع والمنطق. لما نوصل نمشيكم في أعماق البحار، نسمعكم أغنية جميلة، أغنية الهدوء والأمان في وسط البحر. عندنا خلاص الحمد لله عندنا مويه كثير، وعندنا أكل كثير. آخر الشيء اللي برضه نفس الشيء اللي تسوي منه المراكب هو تسوي منه الصاروخ. اتوقع من هذا اللي يصير، اكتب عنوان الحلقة. اي لا ورد زي الاهبل، عنوان الحلقة بداية صنع الصاروخ ووضع القطعة المدري ايش عشان المدري ايه. طيب قلنا ايش نحتاج عشان الصاروخ، نحتاج تاتير من انجوت، هنحتاج حديد كثير، هنحتاج رصاص، سهل الرصاص موجود في كل مكان، رح نحتاج كمبيوتر تشيب. الكمبيوتر تشيب الشريحة الكمبيوترية هي اللي جيت عشانها ويبغى لها عشان نسويها. يبغى لها يبغى لها نحاس، عندنا نحاس عشان نسوي الكوبر نحاس، ويبغى لها الشيء الأحمر هذاك اللي إذا أخذته تقدر تسوي ماكينة القهوة المجنونة. هل عندنا منه هنا؟ عندنا حبة هنا، كمان هنسوي النحاس. كل شيء جهز النحاس، ايوه كوبر واير عشان نسوي مساحة برضو. الاشياء الثانية هنسوي كشاف ثاني استهبالا، لا ولكن نحط هنا ايش؟ ما في مكان هنا، انا سويت صندوق علقته برا. ايوه هنحط البطاريات الكتير اللي لقيناها هنا كلها. سم هذا الصندوق، 1 2 3 4 5 6 بطاريات، صح 6 بطاريات وباور سيل. هذه في يدنا دائما البطارية الكبيرة عشان نشغل فيها المركبة حقتنا عشان صارت أي مشكلة. خلينا نسمي هذا، نسوي كده نسمي اسم يوتيوب. مش مكتوب يوتيوب، لا أنا ما نسمي يوتيوب، كنت أنا مسمي يوتيوب أول. نسميه باتاريات. ايش يعني باتاريات؟ يعني بطارية بالانجليزي، يعني كتب كذا باتار. طيب معلش خلينا بلا فلسفة، باتاريات عشان ما اكتب باتري غلط، ما تقولوا لي اوه علمتنا غلط، باتارية مكتوب. طيب خلاص البطارية كذا موجودة. طيب كنا نحتاج مساحة، ليش نسيت؟ اي صح، عشان نبغى حديد ونبغى رصاص، حديد ورصاص، حديد ورصاص، حديد ورصاص، حديد ورصاص. غالبا راح نسرع هذا المقطع، بالرجاء كل واحد يجلس في الكرسي حقه ويرجع الظهر ويشرب العصير اللي في يده ويركز على الصوت بينما احنا نسرع اللعبة ونرقص اللاعب في سيمفونية من السرعات العجيبة.
أحيانا تمر الإنسان لحظات شوف اللي حطاني، هذه اللعبة غبية، هذه اللعبة حمارة، هذه اللعبة حمارة. أنا مت جنب القاعدة حقتي، جنب مركبتي هناك. ليش ما يتعطيها؟ شوف ايش اخذوا مني كمان، كويس الحمد لله على الاقل ما اخذوا مني شيء. نجمع حديد في الطريق احنا راجعين. حديد رصاص قصدي. يلا شفته ولا لاقيها، حتى الاكل حقي اخذوه. ما نسيت الرصاص فين الاقيه اصلا. اقدر اشيل الحديد معايا. اوف اوف سخف. اوف متى نوصل؟ طيب الدول اللي ما كانوا معانا يا زلمة ايش في نار هنا؟ ليش في نار هناك؟ ايش صار بالضبط هناك؟ هذا منظر عجيب اول مرة اشوفه. نار في وسط البحر؟ وات؟ شيء جلتشي صراحة. ليش صار كذا؟ أول مرة أشوف المنظر هذا صراحة. هذا مشيت فيها انحرق. طيب هل هي نار حقيقية؟ شيء غريب جدا. المهم لهذول اللي فاتهم الموضوع، كنت هنا ونزلت ادور على اشياء غبية حدايد وخرابيط ومت هنا، راح طلعوني هناك مو هنا، هناك طلعوني في اخر الدنيا في القاعدة اللي هناك، ورحت سبحت اول ذا واي كل الطريق رجعت الين هنا. غباء. طيب ولما نتحدث عن الغباء اكتشفت اني شايل معي زبالة كثير، مرة زبالة كثير، وحضطر اسوي له كونتينر ثاني واضيع على الفاضي 4 حبات تيتانيوم. لا يا استخف. طيب عشان نحط فيه الزبالة حقتنا هذه ما لها داعي. تفضل حط. لا انا قلت حطه، لا حط هذاك، حط هذا يا مخ. طيب نحط هذا اللي ما وحشه قبل طريقة هذا فرح. حط فيه الزبالة اللي لقيتها اللي ما احتاج هذا الشيء، هذه الاشياء كلها، الصور والخرابيط، صورة البسة، هذا الشيء نحتاجه نخليه بعدين عشان نقدر نتفرغ وندور على الاشياء اللي هي اهم، اللي هي مش حتى اللي تم ما نبغاه الحين، نبغى الرصاص والنحاس وحديد كثير مرة عشان نقدر نسوي قاعدة الصاروخ ونسرع هنا من جديد. طيب واحنا قاعدين ندور بدل ما نضيع وقت، اتذكرت حاجة انه احنا ما لبسنا القناع حق العماق. اتذكر قلنا طالما طفينا طالما احنا طفينا ال ايش يسموه، ايوه طالما احنا طفينا الاشعاع بالمركبه الكبيره ما في داعي نكون معانا القناع حق الاشعاع هذا، فحنلبس هذا مكانه قناع العماق وبدلة العماق. هذه برضه بدلة اشعاع بس نقدر نغيرها بعدين، بس نحط قناع الاشعاع هنا عشان ما ياخذ لنا مساحه على الفاضي. ممتاز. طيب طبعا احنا قاعدين بنسوي اشياء، في رسائل نسيت امرها تماما، خلينا نسمع ايش الرسائل.
distress signal from LifePod 12. Coordinates attached. Warning, LifePod has sunk beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval without submersible support. Signal location uploaded to PDA. هذا رقم 12. غطس في مكان عميق جدا حسب كلامهم. وقول لك حذروني بشدة اني ما اروح من غير ما يكون معايا ايش اشياء غطس عميقة. اشياء للغوص العميق. هذا اللي قاله. فنشوف. نروح ندور عليهم. والله يعين ان شاء الله. طبعا كل حديد هناخده. كل تيتانيوم هناخده هنحول على طول الى سبايك عشان ما نضيع مساحة على الفاضي. هذا البيكون اللي قلنا لكم عليه. هذا الشيء اللي إذا حطيته يدلك على فين المكان تبغى تروح. تحطه أي مكان تسميه اسم ويمكن ترجع له أي وقت. ما نحتاج دحين لأنه عندنا أشياء كثيرة بعيد ما نسويه. والموست تقريبا عارفين كل شيء فين وإحنا دحين. فإيش ما نخاف. شيب ايش المشكلة؟ اوكي بار هذا الشيء الاحمر نروح نجيبه عشان يكون جاهز عندنا. نجهز الكمبيوتر تشيب. هذا الشيء طبعا دائما نشيله معانا عشان نقدر في اي وقت نسوي ماكينة القهوة في اي قاعدة نسويها حول اللعبة. كمبيوتر تشيب here we go. هلا عندي هنا انا رصاص مخبي. اوه عندي رصاص. شفت كيف الذكاء. عندي رصاص هنا من اول. كنا حنضيع وقت على الفاضي كده. اذا بس يبغى لنا ايش كده يبغى لنا بس عشان نسوي قاعدة الصاروخ نحتاج الى تيتانيوم فقط. نحتاج كمان شوية تيتانيوم وبعدين نشوف هذه القاعدة الجديدة. طيب دحين ناكل دحين ناكل 12 bottom of the ocean bed. هذا مرة غميقة 250 متر ما هي مرة بعيدة عني. طب فين انا شايفها هنا انا هذول. لا هذا الناس اللي بنروح لهم اللي هم اصحابنا اللي جو من زمان. هذا هو يقول لك راح مكان مرة غميق انتبهوا على بعد 1200 ارجع له في رسالة. لا طيب نروح نجيب كمان حديدة. اصبروا معانا شوية اتوقع كفاية كذا. الحين نبدأ نبني اول جزء من القاعدة. فين تركت خواصتي انا؟ اول جزء من القاعدة عشان نقدر نحطها في العنوان حق الفيديو. اوكي هذا الشيء اللي قلنا ايش هذا هو. شوفوه راح. هذا بيكون نافيجيشن ايد مينتينز اند بودكاست اتس بوزيشن. تحطه اي مكان تكتب عليه اي شيء تبغاه وخليك ترجع له وقت ما تبغى وتغير اسمه اي وقت وتشيله معك فتحدد في الأماكن هي تعتبر مهمة. الآن أخيرا للجزء اللي قاعدين نستنى من أول أتكلم عنه لنا 20,000 ساعة اللي هو تسوي القاعدة حقة الصاروخ عشان تمشي اللعبة وننطلق سيء في اللعبة. طبعا طالما سيخسرنا الفيديو نسوي القاعدة ونقدر ننطلق وندور عن باقي الأشياء ونشوف إيش الأشياء اللي نحتاجها عشان نعرف فين نروح من هناك. فين راح هذاك الشيء اللي تذكروا توقع إني قلت المرة الماضية إن إحنا تركنا هذا الشيء هنا في مكان واسع شاسع غميق عشان نقدر نبني هذا الشيء اللي قاعد أتكلم عنه في هذا الجزء بالذات. فوق نضغط الزر تعلق اللعبة وبعدين ما تعلق اللعبة. صاروخ الهروب. قاعدة صاروخ الهروب. مش قاعدة اللانش بلاتفورم اللانش قاعدة الإقلاع.
قاعدة الإقلاع. فبالقطعة الصغيرة هذه اللي عندنا اللي جمعناها وغير استناد على أي نوع من أنواع المنطق أو الفيزياء، حنبني بدي القطعة القليلة قاعدة إطلاق الصاروخ. زي ما انتم شايفين كيف كده القاعدة ما شاء الله تبارك الله. تعرف انت التيتانيوم في هذا الكوكب يقولك زي الزبدة، عندك سكينة كبيرة كفاية بس كده تمسح 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 ويتوزع وتقدر تسوي منه شيء كبير مرة. فإذا واحد فيكم كان قاعد في بيت طفشان ونفسه يصنع صاروخ ويبغى يسوي قاعدة إطلاق للصواريخ، ما عليه إلا إنه يجيب 4 قطع سبايك تيتانيوم، ومن أي جهاز عنده أي لعبة عنده في البيت يكسرها ويطلع منها الشريحة حقتها. اللغة الغريبة، خدت شيء اللغة الغريبة اللي قاعد تخربها القصة اللي قاعد أقولها. شدنا اللغة مرة ثانية. أوكي، وبس يجمع القطعة هذه كلها ويحطها في ماكينة القهوة او اي مكان عنده في المطبخ، وبس راح يقدر يبني قاعدة قلاع صاروخ، والصاروخ هذا راح يوصله لاي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية خلال دقيقتين. حين واحد يقدر يحط مثلا خيمته هنا وينام مثلا بدل ما قاعدين في وسط البحر بالبلين كل الايام، صح؟ بس معلش، هذه قاعدة اطلاق الصاروخ اخيرا. شيء منطقي شيء واقع؟ لا ابدا، بس قصه حلوه يعني. طيب دحين نشوف ايش نحتاج المره الجايه. دحين البناء الجاي هنا تبني الشيء اللي هو يتركب فوق وتحطه هناك، عرفتوا ايش هو هذا الشيء اللي كذا شكله؟ عرفتوا بالضبط كذا شكله؟ اتوقع اللي يطلع عليه رائد الفضاء يطلع فوق كذا بعدين يشيل تك 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 ويركب الصاروخ من هنا. فأنا قلت بنزيد حبة حبة نبني هذا الصاروخ. طبعا نحتاج نبنيه، نحتاج لي لوبريكنت موجود، نحتاج لي كوبر واير سهل، ونحتاج لي بلاستيل انجوت سبيكة من مادة اسمها البلاستيل، الحديد البلاستيكي. وهذا الحديد البلاستيكي نقدر نسويه، شوف هذا الشيء الحديد البلاستيكي نقدر نسويه إذا حطينا خلطنا مادتين كيميائيتين اسمهم الليثيوم عندنا و تيتانيوم. اوه طيب سهلة اجل جدا نقدر نسويها دحين كمان. ايش رايكم نروح نستهبل نقعد ندور نسويها دحين؟ طالما سهلة جدا ما راح يحتاج شيء غير نحاس وليثيوم موجود، كله موجود كله موجود. جات رسالة عشان يعتبر ان عدينا، جات رسالة فوق شايفين على اليمين، في رسالة فوق على اليمين. طيب نرجع القاعدة، ما ادري كيف في نار مولعة هناك برضو. نرجع القاعدة زي الاذكياء، ما اخذنا السفينة حقت المركب حقتنا طبعا، فنرجع سباحة نشوف الرسالة ايش هي. وبرضه يطلع مليون مكان اروح له بعدين، كنت تقول لي ليش ما رحت لهم، اقول لك معلش فيديو جاي فيديو جاي. طيب ونجمع قطع، قول له نحتاج كمان حديد، صح 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 كمان حديد وليثيوم موجود، هنحتاج حديد ونحاس، حديد ونحاس حديد ونحاس حديد ونحاس حديد ونحاس حديد ونحاس. النحاس عادة يكون هنا في الحجرات المخبأة هنا. حديد ونحاس حديد ونحاس حديد ونحاس، راحت تلك الأغنية السخيفة صح؟ حديد ونحاس حديد ونحاس حديد ونحاس حديد ونحاس. بخير يا سمك، ما نحتاجكم دحين عندنا أكل موية كثير. حديد السمك حديد السمك حديد ونحاس حديد ونحاس حديد
هذا الوغد اللي موتني اول ازي شوية اوريك كيف رجع لي مرة ثانية اخذ الدنيا او تموت مرة ثانية. حديد نحاس حديد نحاس رسالة جديدة خلينا نسمعها. احنا قاعدين نلعب رسالة خايسة هشغل لها رسالة ثانية. This is life pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. كل الناس يبغون اساعدهم. Approximate transmission origin recorded to data bank. الحين رقم 7 ورقم 12 ذكروني فيديو جاي انا حنسى. رقم 7 ورقم 12 كلنا نبغون نساعدهم فان شاء الله فيديو جديد الجاي نساعدهم مش الحين. نحن قاعدين نسوي شيء مهم جدا. احنا قاعدين نبني هذه القاعده الصاروخيه العملاقه ونسوي لها سبايك ذهب. دقيقه قلنا ايش نحتاج احنا عشان اها كنا حنربط ربط كبير جدا. فين الليثيوم؟ يصح تحت حطينا. طبعا كل غباء ما شيكت سبيكت الليثيوم. كم حبه ليثيوم يبغى لها؟ وحبتين ليثيوم بس اوكي. طيب مش غبي. هذول هم حبتين ليثيوم ممتاز بالضبط الحمد لله. نرجع نحطهم فوق هناك. جهاز هنا. كيف نسوي البلاستيل؟ ان شاء الله ما اكون سويت شيء سخيف. اوه نقدر نسوي خلاص. يا سلام. كم واحدة احتاج بس؟ كم واحدة احتاج عشان اسوي القاعدة؟ إذا أكثر واحدة هطلع أنا غبي زي ما قلت أول. إذا طلعت مش واحدة هطلع أنا ذكي. وما حنضيع وقت زيادة في هذا المكان. أها طلعت ذكي. بس نحتاج إلى نحاس عشان نسوي الشريط النحاسي. نجيب حبة نحاس. النحاس موجود بوفرة هنا. مش هنا بوفرة تحت يعني. نطلع بسرعة ندور عليه. فينك يا نحاس؟ دور في الفتحات الصغيرة هذه. على النحاس هذه بيض بيض سمك مش نحاس. فينك يا نحاس؟ فينك من الحجرات؟ الحجرات الطارين على برا عشان ناخذ منه حبة نحاس. بس حبة نحاس واحدة. حبة نحاس ما في ولا صخرة. أقول طو 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 الحجر الصغير في نحاس عشان نقدر او اخاف. دوب 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 حتى الوحش اللي يغني معاه اخر عني. جليتش يا شباب. جليتش من اول ندور على صخرات صغيره ما في ولا صخره صغيره. جليتش ترى جليتش. شو عملت الصاروخ هنا؟ جليتش اخيرا. هذه خلاص لقيناها اخيرا. ياي نرجع المركبه بسرعه جدا. يلا نبغى هذا الحين. صار ايش
جاهزين ان احنا نسوي هذا الشيء السخيف. يا سلام يا سلام، جا الليل قاعدين نروح نجي نروح نجي. بس هذه لعبة كلها عن كذا، عن كيف تقعد تجمع قطع وتبني، فجزء من حلاوة اللعبة هذه يعني، المفروض تكون مستمتع. طبعا خلاص هذا الشيء ما حنبني فيه، نبني من ذا الشيء نفسه هنا. انا بس ولا تهيأ لي يا اخي لو تمشي على مكان ناشف في دي المرحله ترتاح، تحس كذا انك اوكي بعيد عن كل شيء، صوته كذا زي لما تمشي فوق السفينه فوق البحر تعرف انك في امان. لا تزحلق وتطيح زي الاهبل، لو تصير من جد انتبه لا تزحلق وتطيح زي الاهبل. طيب بلا بط، خلينا نركب هذا الشيء كونستراكت. تك 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 تك. بس القطع هذه بنينا هذه الصقالة في البيت، شفتوا كيف؟ فاذا واحد فيكم كان يبغى يبني صقالة عنده في البيت، بطلع الدور الثاني عنده في بيتهم، كل اللي عليه يسويه انه ايش؟ انه يجيب كم قطعة بلاستيل اللي هو بلاستيك وحديد، او اتوقع ليثيوم، مادة كيماوية خطيرة، وحديد، ويجيب معاه يحط معاها نسينا ايش حطينا؟ اي مادة مرطبة، ويحط معاها ايش كمان يحط معاها نسيت شيء ثالث، وتحطها في ال تحطها في الميكروويف، لا تحطها في ماكينة القهوة، وتضغط الزر اللي مكتوب عليه ابني سقالة يطلع لك هذا الشيء. هل هو سقالة فعلا؟ انا قاعد اقول سقالة، شفت كيف؟ خلي المصادر يروح اذا تبغى. وبنينا هذا الشيء. طبعا اذا نطيت من هنا حموت طبعا، فما حنط. واتوقع كذا نكون طولنا كفايه، ونكون بنينا حاجات حلوه، وسوينا تقدم شويه بروجرس في القصه حقتنا. ومعليش اعذروني يعني، اتوقع اني ما اعتبرنا سويت اشياء كثيره اليوم، كنا بنستكشف هذا المكان، نستكشف هنا، نستكشف كل دول المساكين قاعدين ينادون يقولوا اساعدهم، وانا قاعد زي الاهبل العب هنا فوق، ولكن لهذا قصه اخرى. نروح المره الجايه ان شاء الله نسويها، ونخليكم كلكم شطار وطيبين، ونشوفكم كلكم فيديو القادم ان شاء الله رقم 17 في لعبه سبنوتيكا تحت الماء. انت نشوفكم كلكم على خير، عارف ايش في بالكم كلكم، بس المنظر احلى في النهار، اقعد استنى النهار زي بعض الفيديوهات. ترى انتهى الفيديو من زمان، ترى اتوقع خلاص طفوا اليوتيوب وتروحوا تناموا وتتفرجوا علينا ما اغرق تحت المويه. طب خلاص تبدا، شكرا لتفرجوا، شوفوا كلكم فيديو جاي، ومع السلامه. انتبهوا نفسكم، ما تسووا شقاوه، وشكرا شكرا, شكرا.